إذا كنت تثقين في مصداقيتي ووصفاتي ونجاحها، حضرت لك اليوم وصفات مذهلة للوجه والرقبة تجعل الوجه يلمع مثل الكريستال صافي، تزيل هذاك الشحوب والندوب والتصبغات، الخطوط التعبيرية مناسبة لكل أنواع البشرة، تجعل الوجه مخملي نظر ولامع بدون مكياج، يشع بريقا ونضارة وجمالا. أحبت جبن، الجبن أي نوع جبن متواجد عندك، ضيفي له الحليب المجفف نيدو أو أي ماركة ثانية، لا تتقيدي بالماركة الموجودة عندي. نضيف أيضا ماء الورد، ونضيف أيضا العسل إذا تواجد. إذا لم يتواجد العسل يمكنكم الاستغناء عنه فلا بأس، لأنه الجبن مرطب طبيعي للوجه. امزجي المكونات وضيفي ماء الورد حتى تحصلي على قوام ماسك. يطبق على الوجه وعلى الرقبة، يمكن إضافته حتى على دائرة العينين، اتركوه لمدة ربع ساعة. ما أزيله بمساج خفيف، يعني مساج للوجه. وأغسل الوجه بالماء الدافي وكرر العملية بالماء البارد ورش ماء الورد أو أي نوع تونر متواجد عندكم أو مغلل بابونج. ثم قوموا بترطيب البشرة بعد ذلك. هذا الماسك يستعمل يمئه ويملأ أو يمكنكم استعماله يوميا لمدة ربع ساعة لمدة أسبوعين، بعد ذلك استعملوا 3 مرات في الأسبوع حفاظا على النتيجة. يمكن أن تخبوه في الثلاجة صالح للاستعمال ل4 استعمالات، وبعدها اصنعوا كمية جديدة. نحتاج إلى الجبن، قطعة جبن ضيفي لها ماء الورد، أي نوع ماء الورد متوفر عندك ضيفيه، لا تتقيدي بالماركة الموجودة عندي. ونحتاج إلى دقيق الأرز، الرز الأبيض العادي اللي نستعمله في الطبخ، اطحنيه بنفسك في البيت أو اشتريه جاهز مطحون. يضاف لها ماء الورد بعد مزج المكونين جيدا، ضيفي دقيق الأرز واخلطي المكونات حتى تحصلي على قوام كريمي، قوام ماسك. ضيفي ماء الورد بكميات متواصلة إذا كانت العجينة جافة. بللي البشرة بالماء الدافي لفتح المسام أو ضعي فوطة مبللة بالماء الدافي على الوجه، ثم طبقي الخلطة. الخلطة صالحة حتى على دائرة العينين. يترك الماسك لمدة 20 دقيقة. اعملي مساج خفيف على الوجه، ازيليه بلطف بالماء الدافي وكرري العملية بالماء البارد، رشي ماء الورد ورطبي البشرة. الماسك يستعمل يوم إيه ويوم لا، و4 مرات في الأسبوع.
يصفي الوجه، يجعله ناعم مخملي نظر، يجعل الوجه فيه لمعة، فيه نضارة، فيه شباب وصفاء حتى ولو بدون مكياج. ننتقل الآن إلى الاختيار الثالث، حبة جبن. وصفات اليوم كلها بالجبن. يمكن تعويض الجبن بالزبادي الطبيعي، يضاف إلى الجبن الحليب، أي نوع من الحليب متوفر عندكم ضيفوه. نمزج المكونات جيدا، ثم ضيفوا القليل من السكر، ملعقة صغيرة، السكر العادي المتواجد عندكم. ضيفوا أيضا ملعقة من زيت الزيتون البكر إذا تواجدت، هي خالية من الملح ومن العصرة الأولى. إذا لم تتوفر عندكم زيت الزيتون البكر، استعملوا زيت زيتون عادية. بعد خلط المكونات كلها نتحصل على قوام كريمي، يطبق على وجه يكون نظيف، وعلى الرقبة، ويترك لمدة 20 دقيقة حتى نصف ساعة، هو جيد. تزال بعد ذلك بلطف بالماء الدافي، وتكرر العملية بالماء البارد لقفل المسام والشطون المتوفر عندكم أو ماء الورد، وقوموا بترطيب البشرة بعد ذلك. يكرر الماسك هذا يوم إيه ويوم لا، ونتائجه مذهلة على الوجه. ننتقل الآن إلى الاختيار الرابع، الجبن. يضاف له حبة تمر تكون طازجة جدا، وتضاف ملعقة من زيت اللوز الحلو أو زيت الزيتون أو زيت جوز الهند. يخلط جميع المكونات، ويضاف بعد ذلك ماء الورد. استمروا في الخلط حتى تحصلوا على قوام كريمي، ثم تطبق الخلطة على وجه يكون نظيف من المكياج، من الشوائب. حبذا تكونوا عملتوا تقشير للبشرة سكراب قبل ذلك، طبقوا الخلطة على الوجه، اعملوا مساج خفيف بأطراف الأصابع، تدليك خفيف، ثم اتركوا الماسك لمدة 20 دقيقة، ثم ازيلوه بعد ذلك بلطف بقطنة مبللة بماء دافي، وكرروا العملية بماء بارد لقفل المسام. بإمكانكم تمرير مكعبات الثلج مغلفة في أوراق كلينكس كي تكون حاجز بين الجلد، يعني جلد البشرة، وبرودة يعني المكعبات الثلجية، ثم قوموا بترطيب البشرة بعد ذلك. هذا الماسك كرروه يوم إيه ويوم لا، نتائجه مذهلة. ماسكات اليوم تزيل الشوائب من الوجه، تزيل هذاك الشحوب، تجعل البشرة تظهر يعني جميلة ولامعة حتى ولو بدون مكياج. طبقوها بطريقتي، واختاروا حسب المكونات المتوفرة عندكم، تحصلوا على بشرة مخملية نظرة مثل بشرة البيبي تلمع. نتمنى تجربوها وتختاروا منها، هي وصفات واختيارات، وتكتبوا لي آرائكم في التعليقات.